بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام حبايبي الحلوين، النهاردة هنعمل بتنجان أو مسقعة بطريقة حلوة جدا جدا وصحية وجميلة ومش بتحتاج زيت كتير، والطريقة بتطلع حلوة والطعم تحفة. وهنحط فيها فلفل وتوم وطماطم وصلصة، وهنقلي البتنجان كده بطريقة صحية كده وهنشوحوه، هتبقى في منتهى الجمال، طريقة حلوة جدا. تابعوني. قطعنا البتنجان بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، وهنشوحوه دلوقتي على النار. حطيت معلقة زبدة صغيرة قوي، يعني زي معلقة الشاي الصغيرة، وهشوحهم شمال ويمين كده قطع البتنجان، وبعد كده هنفرم. دول الحبة اللي اتشوحوا في النار، بصوا لونهم جميل اللي شوحتهم وطلعتهم وحطيت غيرهم عشان عايزاهم مترصصين كده في الطاسة. بصوا لونهم حلو ازاي، او لونهم جميل اهو، باقل زيت وباقل زبده، حته الزبده كمان بتديله طعم حلو وريحه حلوه مع معلقه الزيت. ودول الشويه التانيين اللي انا برضو بشوحهم اهو بعد ما طلعت الاولانيين، زي ما انتوا شايفين كده بحبه مترصص في الطاسه. بصوا بصوا اللون حلو ازاي. شوح 4 فصوص توم كده مقطعين، او قرنين فلفل هم صحاحين. طبعا لو عايزه تقطعيهم براحتك، بس انا عايزاهم كده صحاحين. على انا هنا شوحت 4 فصوص توم من غير زبده خالص، على نفس الطاسه اللي كنت بقلي فيها البتنجان او كنت بشوح بيها البتنجان. حطيت معاهم برضو قرنين الفلفل يتشوحوا كده. التوم اخد لون بسرعه جدا. حطيت معلقتين صلصه زي ما انتوا شايفين، وحطيت معاها اللي هي المرقه، فتفتها كده وكسرتها، قعدت اقلب بقى فيها شمال ويمين كده عشان الصلصه تندمج مع الطماطم المعصوره. سبتهم زي ما هو، قعدت اقلب فيهم، حتى الفلفل سبته زي ما هو معاهم في الطاسه يتشوح في نفس الوقت، ياخد اللون من الصلصه كده يبقى جميل. نزلتهم بعد كده على البتنجان، نقلته في طاسه تانية ونزلت عليه بقى الخليط اللي هو الطماطم والفلفل والثوم والصلصه والبهارات، حطيت كمان ملح وفلفل خلي بالكم، حبة مية بقى زي كده ايه ربع كوباية في المكان بتاع الطماطم اللي هو في الطاسة، ضغطي عليه